جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. فيديو جوهرة اف ام متواصلين معكم في بوليتيكا. كنا نسمعوا في غنية الحقيقة هذه تحية إكبار للشاعر التونسي صغير ولاد أحمد ربي يشفيه. كما قلت ضيفنا وضيفكم اليوم في حلقة بوليتيكا الأستاذ المحامي المخضرم الإعلامي، حاصل كل الصفات السياسي بين قوسين. تنقول لكم علاش من بعد سياسي، فتحي المولدي بحدنا في استوديو جوهرة اف ام. سي فتحي مرحبا. اهلا جوهرة. البولحية. البولحية اللي ماهوش خوانجي. اي معنا. شرفني برشا اني لاول مرة سنحيي السادة المستمعين. نعرف جوهرة في استديوهات القدم. اول مرة في استديو. اول مرة وكان دين علي على خاطر وقت التدشين بتاع استديوهات عملتوا حفلة كبيرة. جوهرة عملت حفلة كبيرة. أيه. واستدعوني ما كانش ممكن باش نجي. كي كلمني اخويا زهير دونك قلت فرصة على الأقل نسدد الدين متاعي. مش معقول واحد محامي واحد يسالوا دين دونك. لا لا مرحبا بك. وفي عندكم استوديو شاعري، أنا نفضل ورقة وستيلو ونكتب الشعر قدامنا للحرب. وأنا الحقيقة أصلا مش نخلص الدين بالقدير. مش نحسب لك قداش من سكوب يتعداو اليوم معناتها. تو نحسبهم قداش من سكوب يتعداو من بعد نقول لك الدين خلص ولا مازال يلزمك رجعة أخرى. إن شاء الله إن شاء الله. يا فتحي المولدي مرحبا بك، شرفنا جدا حضورك. احنا بعد الفاصل باش نسمعوا ورقة صغيرة من إعداد منال جبلة إحياء، وتحية كبار أيضا لروح الأستاذ المحامي الفوزي بن مراد اللي غدا كيما البارح 6 أبريل. طيب نرجع نسمع البابيو ونرجع نحكي شوية على فوزي مراد ونبدأ الحوار من غادي. مرحبا بالجميع. فاصل ورجع. رجل أثار جدل كبير وحيضا وفاته أثارت جدل كبير، هي قالت كيما اليوم لأنه كان التقرير من المفروض تعدى البارح معنا، ولكن خليناها اليوم على ذمتك سي فتحي المولدي بما أنك ضيفنا، لأنه ربما تكون تعرف المرحوم، ربما تكون تعرف تفاصيل سي فوزي بن مراد. إيش تعرف عليه وإيش تحب تعلق على القراءة اللي عملناها على الأقل؟ ساعة بارك الله فيكم، لأنه فوزي يستحق الله يرحمه يستحق لوماج هذا. فوزي نعرفه بطبيعة الحال من الزملاء القدم في المحاماة، أنا عندي 32 سنة محاماة هو جاي بعدي شوية. فوزي كما سمعتوه كان محامي مناضل، معناها وقضايا الحريات خلافا لي انا. انا نكون واضح ما ننسبش روحي صفه الثوري ولا الثوري او كذا وكذا، كنت معناها حدك حد روحك. لا لا حد حد روحي، نخدم قضايا ولكن ما عنديش نكذبش عليك، ما عنديش هالاشعاع، ما عنديش القوه وهال ورباطة الجأش نتاع اخونا الله يرحمه فوزي. فما البعض من المحامين اللي كانوا فعلا في الصف الامامي، كنا ندافعوا في بعض القضايا نتاع نحضروا ولكننا في الصف الثاني معناها. مالوريزمون انت تعرف زهير برشا اللي كانوا في الصف الخامس نقزوا في الصف الاول بعد الثوره. صح. دونك واليوم ولاو ثوريين بالكبير. فوالا ثوريين بالكبير. اما التاريخ ما يرحمش. فوالا صح. التاريخ ما يرحمش. أي. فوزي دونك نعرفوا بطبيعه الحال، لكن الميزه نتاع فوزي وانه وقت اللي ياخذ ملف او يدافع على قضيه يدافع عليها بكل جوارحه، بتشنج كبير جدا. مندفع بشكل رهيب، معناها يعني فوزي برشا مرات نبداو حتى بحذاها فوزي بشويه، فوزي كذا، فوزي، ولكن هذاك هو فوزي الله يرحمه. دونك ذكرى بطبيعه موجعه مولمه، وفاته جات شهرين بعد زميلنا الاخر بطبيعه الحال الشهيد شكري بالعيد. انا زهير ما ندخلش في نظريه المؤامره. معناها انه الوفاه نتاعو مستربه وكذا، لاني قربت شويه ربما وقت الوفاه وسمعنا ومشدنا انه كان يعاني فوزي، كان مريض عنده مرض القلب. كان عنده مرض القلب وربما ما نجمش ندخل في علم الغيب، ولكن ربما التشنج المفرط وكل الدفاع المستميت. فوزي راهو كي يبدا يرفع في قضيه تكون بالنسبه لي هو هذه القضيه الاخرى، معناها انت بعد هي ما عادش باش يرفع. دونك الله يرحمه ويعطيكم الصحه في الـ في الـ في الاحياء الذكرى نتاعو، لانه البارح وسائل الاعلام الكل تغمت بالزعيم الحبيب بورقيبه. دونك صحيح دونك فوزي مع الاسف معناها فما اللي نساوه فما اللي تناساوه فما اللي غابت عليهم، ولكن ميو فوتار كو جامي بارح ولا اليوم على كل تحية الروح الشهيد والفقيد فقيد المحاماة الأستاذ فوزي بلايد. يعطيك الصحة. خلنا نعرفوا فتحي المولدي شوية انت سيرمو يعرفوك الناس كمحامي، يعرفوك زاد كإعلامي. تفاجئني توا في الكواليس وتقول لي أنه عندك 40 سنة في ميدان الإعلام، بمعنى أنك أكبر مني حتى
في خدمتك للاعلام بركة اكبر من عمري. عمرك انت عديت وانا اعلام، انا دخلت الاعلام عمري 17 سنه، نقرا في صدقيه سيزيام اني سكوندير في تونس يبدو، وقت اللي كانت نهار الاثنين يخرجوا زوج جرايد تونس يبدو والسبور، معناها فماش اعلام. كنت متخصص في الرياضه من الاول والا الرياضه من الاول؟ انا اعلامي رياضي لاني انا كوارجي، الناس تعرف نجدو عبد المجيد الشتالي، تحكي لكم على فتح المودي الكوارجي، نجدو نبيل معلول، طارق ذياب كوارجي، الناس اللي ما تعرفوش. انا هذا اللي قلقني ساعات وزهير، معناها رجمو جبت برمي محامي يحكي على الكوره، برشا عباد محامي يحكي على يهندي، نحكي لاني اعلامي رياضي لاني كوارجي، لانه اللي يعرف التاريخ انا من عام 76 وانا رئيس قسم الرياضه في جريده تونس هبدو، ريداكتور اون شيف دو لا بارتي سبورتيف نتاع تونس هبدو. الكبار في العمر اللي عمرهم من 50 اكثر يعرفوا، بما ان في سوسه عثمان جنيح حامد كمون هاشم الوحشي تو يتذكروا الكل شكون اللي كان معناها لاهي قسم الرياضه في تونس هبدو. اون بلوس انا كوارجي لعبت حتى في الفريق الوطني نتاع الصغار، لعبت معناها جيب غمي ذموسه العياري، هذا ما جيل معناها عمر جبالي، كنت في ليكيب ناسيونال نتاع الصغار عمر جبالي نتاع عام 78 كان هو الليبيرو، انا كنت نلعب بنمرو 6، انا قائد فريق الوطني. دونك مش مدخلتش ودخلت معناها والناس اكتشفوا فتح المولدي، كان اسم يقرا له ويكتب تونس يبدو ولا صوره عام 2005 ولا صورة عمل في المكشوف بالمكشوف بداية، لأنه قبل ما تقول لي أنت 2005 فتحي وقت ديجا عندك أكثر من 30 سنة إعلام، معناها شبيك ما ظهرتش التلفزة، ما تعديش في التلفزة، كان عندي لحية، كان عندي لحية والناس تعرفني بطبيعة الحال، عندك لحية والناس تعرفك. مرة نتذكر المرحوم مشيت مرة ولا مرتين للتلفزة الوطنية مدة 30 سنة، معناها مرة مع رضا العودي يا ربي يذكره بالخير، و عيط لي انا ولطفي بن ساسي عملنا اول كاريكاتور سبورتيف في في في, في الجرايد، معناها اسمها سيريوس ابستينير في تونس هبدو، وقتها استدعانا رضا العودي في مباشر وبشويه بالله هذاك الاولى والاخرى. ومره محمد بوغني مش مرابل بيان عنده، كنت عنده ايميسيون نهار السبت، حاسيلو استدعاني ودرا شكون من المعدين، جاب له واحد اخر بولحيه زوج الحي في بتسكروا لي برنامج هاي ما رافيل بيها، عمل لك عزر ما يعرفني اعلامي، قال لي اللحيه نتاع فتحي باهي حلوه نظيفه، الاخر قالوا يرجع مره اخرى، زوج الحي فرد برنامج ما يرفيت عليه طيب يا اخي. دونك حتى 2005 التلفزه جات 2005 فوالا مع معز، بدات التجربه مع معز به. احنا بعد شويه نحكيو زاد على فتحي اللي تعدى للسياسه، فتحي اللي ولا يحلل في السياسه وفي المشهد السياسي، وتنستناو زاد فتحي شنو باش يكون سيرمون وجه من وجوه الاعلام في التاسعه، تنكتشفوا برشا تفاصيل اللي ما تقالش على قضيه معز بن غربيه وسيم ميغال والحقيقه واللي تخبى ودير علاش سكتت الفيلم الكل بعد ما خرجوا معز وسيم بالسرسي بتاع 6 اشهر، شنو هو الحكايه هذه الكل، تجبد اسم اعلامي اخر ومن بعد في ساعة سكت الاخبار رغم انه سمعنا انه فيه تحجير للسفر، صحيح مش صحيح. بعد شوية فتحي كنت تحب تكشف بعض التفاصيل، تو نرجعوا فقط فاصل صغير ونعملوا قراءة من دليلة مصدق فيه من الأخر وعلى الأخر. افتتاحية البرنامج تحكي على زيارة الباجي قاسم سبسي، ونحب من عندك تعليق زيارة الرئيس للأول زيارة لدولة أوروبية تكون لفرنسا بعد ما كان الرئيس الفرنساوي بحذانا لهنا بعد احداث هجوم باردو، خلينا نرجعوا ميتيران تحمل مسؤوليتك، راجعين بعد الفاصل. ولكن ايضا اجتماعيه وايضا دبلوماسيه، اليوم فتحي المولدي كيفاش يقرا هالقراءه هذه؟ حب نقرا قراءه شعبيه. الشعب التونسي باش يربح من المشي هذه؟ لانه هذا تو الكلام كبير ياسر، معناها كما قالت دليله، معناها عبينا منهم اقفاف الشكر، وانتوما الثوره وانتوما الربيع العربي وانتوما والدوله العربيه اللي طيحت الدكتاتوريه حاسيلو، معناها اسمع كلام لو كان بالكلام هذا معناها نوليو اغنى من امريكا، كان جاي تصرف فلوس معناها الشعب اش ينتظر؟ لانه اليوم شوف خويا زهير، خطابات برشا نسمعوا فيها رنانه حلوه، كلام كبير كلام باهي، الناس تعرف تتكلم تعرف تخطب تعرف، ولكن عمليا انا اتكلم باسم المواطن العادي التونسي، يقول لك فرنسا تربح منها، مثلا التوريزم يقول لك قداش جايين؟ هل 60% ولا 50% اللي قالوا كنسلوا الجايه نتاعهم وبطلوا، صحيح ولا مش صحيح؟ هل انه فرنسوا ميتينا فرنسوا هولاند لانه فرنسوا هولاند يخرج ولا وزير الخارجيه
فرنساوي كي يخرج ويقول يا فرانسيس مشي والتونس يسمعوهم ولا ما يسمعوهمش معناها مش هذا معناه عندنا خطاب الدوله وعندنا موقف الشعب دونك اللي ننتظروا من الزياره هذه صحيح فما ديون برشا نتاع تونس ربما ديون هذه وهذا الطلب تتجدول تتفسخ ولا هذا تتفسخ او تتبدل او ربما تولي استثمارات نحبوا دي كونكري ثم ما هو وضع التوانسه اللي في فرنسا لانه الوضع التوانسه في فرنسا من الدوسيات الكبار كبار برشا ثم الفيزا باش تاخذ فيزا باش تمشي لفرنسا تعرف انت قداش من ورقه لازم معناها المواطن التونسي تحكي له زيارة دولة وتحكي إلى آخره يقول لك أنا أخويا بعد الأردواز أعطيني أنا شبت نربح منها معناها نفضل لغة مباشرة بلوتوك لغة سياسية أو لغة معناها لغة خشبية باش تحكي فيها على زيارة دولة ومتفقين زيارة دولة متفقين التابيروش متفقين خطابات متفقين ومن بعد كي مشي روح شنو جستمو في انتظار أنه يصدر البيان أو تصدر على الأقل من مكتب الإعلام للرئاسة ورقة الزيارة نتمنى أنه ما تخرجناش في البابيل تاع العادة القديمة تاع التاب اللي يجدوه جس يبدلوا فيه الأسامي تاع تثمين العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون على المستوى الأمني والاجتماعي وغيره لغة خشبية معناتها الحقيقة ما فيها حتى ديتاي هذاك علاش أنا قلت لك قراءة سياسية اجتماعية كذا قلت لك لا قراءة شعبية معناها أعطيني بالتدقيق هالزيارة هذه إيش باش يربح منها التونسي السياحة التونسية الاقتصاد التونسي العامل التونسي اللي في فرنسا ها وأعطيني هكا من منطلق هذا هات نسألك فتحي المولدي الحقيقة شنو اللي تبدل في البلاد؟ شنو اللي يتبدل؟ تبدلت حاجة برك بالنسبة لي أنا الحرية معناها الحرية سي كنا قبل الناس كل تعرف شكون يتكلم شكون يتحرك شكون يخرج اللي باش يتكلم اش باش يقول اش باش يعمل الى اخره البوليس السياسي كان محاصر تليفونات سوزيكوت الناس كل تعرف دونك اللي تبدل وتبدل معناها ب 180 درجة هو الحرية معناها احنا الاعلام ولينا على ذكر ليكوت تنحى ليكوت اليوم خاصة وأنك أنت مثلا صرحت أنه قضية بن غربية وميغالو صارت بالليكوت وأنا رفعت قلت حتى أنا من التليفون سوزيكوت في المرافعة متاعي أما في العلنية معناها قلت بما أنه معز سوزيكوت دونك بما أني أنا باتصال يومي مع معز معناها كل في النهار نكلموا بعضنا معناها مرتين ثلاثة باش نعم دونك أنا بيدي مسموع طبعا نرجعوا لحكاية القضية متاع معز الحقيقة نخليوها لبعض اخبار من الساعه خلي العباد نشدوها معانا بحذانا لهنا باش يسمعوا التفاصيل شنو اللي صار ما قلت لي انه ابار الحريه ما تبدل حتى شيء ما تبدل حتى شيء هو من المفروض شنو اللي يلزمه يتبدل تبدل كل شيء معناها فما اش نعرفوا انه في كل الانظمه اللي عندنا في تونس بالنسبه للتعليم بالنسبه للصحه بالنسبه للشعب الزواوله بالنسبه للجهات المهمشه بالنسبه للتنميه كله يلزمه يتبدل الثورة قامت على هذا قامت على أساس الكرامة خلينا نقولوا على أساس الذات البشرية تولي عندها معنى ما هيش مجرد رقم في دفاتر ملوحة في الأخبار زهير شو معناها الكرامة؟ الكرامة الحق في الصحة الحق في المسكن الحق في التعليم هذه الكرامة خلي واحد يمشي يقرأ يعمل 10 كيلومتر في الجبل معناها نهار يمشي وعشرة لا على خاطر كذا وين الكرامة؟ الكرامة راهو ما هيش مصطلح فقط الكرامة حاجة ملموسة كرامة يلزم نحسها في حياتي اليومية كي نمشي لإدارة ما باش نقدم مطلب شغل أو نمشي كذا يقع احترامي هذا هي الكرامة دونك ديما نمشي أنا بالكونكري ومع الأسف المكسب الكبير متاعنا اللي خذيناه اللي هو الحرية تعرف أنت كيفاش مشينا من لا مشينا ساعة من نقيض إلى النقيض مشينا من نقيض إلى النقيض وإذا عندك الحرية تقول إيش تحب قديش أعراض ناس تهتكت في وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة والمكتوبة وليت معناها بما أن عندنا الحرية معناها نسبوا العباد كما نحبوا نكتبوا العباد كما نحبوا دونك مشينا من النقيض للنقيض ولكن أنا نفضل ديما فما الحرية ولو أنها انكونترولي وانكونترولابل كو ما فماش حرية لكن اليوم مع الأسف اليوم بعد اللي قلنا خرجنا من المؤقت باش ندخلوا في الدائم الدائم اللي هو 5 سنوات وبعد ما جات نتائج انتخابات تشريع ورئاسية كنا ننتظروا وأنه اللعب باش تفتح أكثر وأنه ربما الإعلام هيكل الأمور خيط
الخطوات الاولى ما تبشرش بخير معناها، الخطوات الاولى نتاع الحكومه الجديده او نتاع النظام السياسي الجديد اللي خذا الحكم في تونس ما تبشرش بخير، لانه يعني كما تعرف زهير قداش من واحد يتعدى قدام المحكمه، قداش من واحد وقائع قضاء، قداش تحطوا على التلصق ليزيكوت اللي موجودين، قداش من وسيله اعلام رخص تاخذ من بعد يقول لك لا استنى بالله ناقصه ورقه ناقصه مضمون بنتك او شكون عندك جيب لي شهاده عمل وكذا. دونك فما بعض التضييقات اللي تخليني قد استفهم، ان شاء الله ان شاء الله تكون وقتيه، لانه شو معناها وقتيه؟ معناها حتى السلطه الجديده تفهم روحها، معناها تعرف راسها من ساقيها، ولكن ان شاء الله ما تدومش، لانه توا انا بعلاقتي اليوميه مع كل وسائل الاعلام مع الاعلاميين الناس الكل تحس في كونه فما كوروندير مش حلو، كوروندير مش حلو قاعد داخل بيت الحريه نتاع الاعلام. تنرجع بعد شويه لبعض التفاصيل خاصه من خلال قضيه معز ووسيم قالوا، لكن حكيت على اعراض تهتكت باسم حريه التعبير، تحس روحك من المظلومين في الاطار هذا مثلا فتحي المولدي؟ ليه والله لانه كنت عايش هجمه على اساس انك كنت بوخ من ابواق النظام السابق فتحي والله المولدي. اللي يعرف والبلاتو نتاع 14 جانفي ظهر لي كان لك الاكزامبل الكبير اللي ما نجمش نتعداه وما نحكيوش فيه. نجم تتعداه تعرفش علاش 14 جانفي مش موجود، ترجعوا لي مش موجود في حتى بلاتو، ربي يهدي عمري ما كنت. علاش يجبدوا فيك وانت مش موجود؟ مانيش موجود جملت ما في باليش، انا كيف الناس تفرجت في الدار كيف الناس. دونك ريت صغير ريت معناها ساعات تبدا قاعد وتجيك حاجه من الحيط، تجيك حاجه من الحيط مش موجود تماما، ما عندي حتى علاقه. كان فتح المودي قبل ما تشوف من 205 بوخ من ابواق السلطه قبل يا حبذا والله بارك الله فيهم، معناها الناس ماش عندها ذاكره، ما عادش تذكر قبل ما تشوف 2005 2008 اش عملنا فيه، وشكون ناكلوا طرايح في جرته، وشكون ناكلوا كوف في جرته. كان تعتبروا الحق معاك البرنامج اللي توقف ولا بالرؤيه كل نهار خميس على خاطر وزره ولات وكذا وتعرف هذا كل هذاك بوق من ابواق النظام سي بيان. دونك انا بوق من ابواق النظام. شوف ساعات تحس بظلم ظلم ظلم معناها ما عندوش مثيل، لانه يعني ما عندك ما تجاوب، وانا اخترت لاني انا تربيتي هذيك واخلاقي ودينيتي اني ما نجاوبش لانه خلي الوقت يجاوب. معناها قلت لهم تو والبحر هايج تو مدردر شويه بعد الثوره تو بعد يسفى والناس تعرف الناس، لانه في نهايه الامر زهير الناس تعرف الناس. نعطيك مثال فقط، التاريخ لا يرحم، التاريخ ورجع للتاريخ التاريخ لا يرحم. شوف قلت كان عندي 40 سنه اعلام وعندي تقريبا اكثر من 700,000 مقال 700,000، عندي اكثر من 500 و550 حصه تلفزيه تكوردو اجبد وقدامك اجبد، ما تقفش على فيرجول وعلى كلمه تقالت في سياق معين. وبالرغم من هذا باللي بديت الحلقه معايا اليوم قلت ماكش من الثوريين ولم تكن من الذين يتجرؤون على عمري ما كنت مثل كنا زهير في الصفوف الثانيه وما زلت لليوم في الصفوف الثانيه وما نقصت الثانيه وما نقصت. شوف انا خدمت بلادي انا نقري في كليه الحقوق عندي 28 سنه، وكان اللي يسمعوا فينا من الطلبه نتاعي يعرف انا خرجت اجيال واجيال، هاني خدمت بلادي، هاني مناضل، لكن في التعليم انا مده 40 سنه اعلامي نكتب في الجرايد، عندي 700,000 مقال يجبدوهم الكل، كان تقى شطر ربع مقال بالعكس مقالاتي مش حلوه بالكل والناس تعرف. يقول لك تونس يبدون بداوها بالمقلوب ستوب الحمراء نتاع فتح المولدي، عندي اكثر من 500 حصه تلفزيونيه ارجع اجبد بالله تقف على فيرجول في وقت ما اتقالت او تعملت في سياق ما ومانيش وما ندعي حتى بطوله خطينا البطوله، ولكن الناس اللي جو اونيت اللي تعرف التاريخ تعرف الاشخاص وتقيم مش يحكي بمعنى سمعت او قالوا لي هذوكم ربي يهديهم وربي يشفيهم. درفهم برشا نجم نقول لهم سير زهير خلينا نقولها لهم برشا ناس للي عندهم ربما حاجة مع فتح المولدي ربما ما نجمش ما ندخلش في جزئيات، قول ربي يشفيكم لأنه الناس تعرف الناس، الناس تعرف الناس. نعطيك معلومة فقط بعد 14 جانفي ولليوم أخويا زهير تعرفش كل وسائل الإعلام اتصلت بفتح المولدي، كل وسائل الإعلام من الراديوات التلفزيونات الجرايد يجي يخدم على الكل بدون تو قبل ما ندخل أو لحد قبل ما بربي كلموني معناها قلت لهم يا ودي نجيش راني ضيف برك معناها جيت الجمعة الأخرى قلت لهم وجيت تو ثلاث جمعات بربي الخميس قلت لهم مانيش بربي ما لا حد كله بالله سامحني وأنت تعرف
وسائل الاعلام والاعلاميين نعرفوا بعضنا الكل. كيما انت تعرفني كيما انا نعرف كيما نعرفه تجيب الاسم تقول لك هذاك شكون باهي صعب يجري وراء فتح المول دي الواه يعرفوه خاطر بوق كانوا بوق بون ان شاء الله بوق ان شاء الله بوق الكل كيما يبقى بوق برك على كل التاريخ التاريخ يشهد احنا بعد موجزه نبال مدي ساعه راجعين انت عرفتني بساعه الغطسه ونرجع انا برا خويا وديريكت للبحر قدامك راجعين ان شاء الله نحكيو في تفاصيل اخرى من بينها نكشفوا شنو اللي صار مع معاذ بن غربيه انت موجود في التاسعه ولا مش موجود باش تكون في الرياضه ولا لا والسؤال المحير فتح المولدي شنو اللي ما خلاه اعطي الاخبار يقراها فتح المولدي من محاماة للرياضه للكوارث اقرا لي الاخبار الاول كاو فتحي خلينا نعملوا افون جو ترى بالطريقه تاع الاخبار انتم تقولوا وزير نقل ما غير السيد الوزير تصرف هكا قدامك تكس وانت لك التصرف وزير النقل عقد اليوم ندوه صحفيه بقص الحكومه بالقصبه وكبتها نسرين علوش وتحدثت مع فرج علي مدير النقل البري بالوزاره تفضلوا نسمعوا تنجح بس بون راجعين بعض الاخبار نهجي شويه بس باقرا لا بدا كاسينغ على الحقائق خاطر انا عمري ما نكتب عمري ما نقرا ديما ترتجل ارتجل لانه هذاك اللي يتعدى المشاهد والمستمع حسه صادق خارج من القلب راجعين بعض الاخبار بحر مقابلك شارل أزنافور في وذنيك حكايه انت ايش تعمل بعدايا بالله انا وين سي علي عندي هذا كل لا وريتني فريمون سي نغزل البحر سي سي اسمع ما تقلقش تغزل البحر ما تقلقش سي تسرح معاه شد الانسبيراسيون فاش تخمم والله نخمم فاش نكمل معاك الحصه شنو هما الاسئله اللي مازالوا شنو نخمم بعد عندي الخمسه في اف ام بيان سور معناها باش نمشي عندي ميشيل الخمسه نتاع العشيه ما نخمم شرتو اللي تخمم فيه كل وقت والله يا زهير تقول انت انا الحمد لله يا ربي لاباس معناها اموري لاباس عائلتي لاباس خدمتي لاباس كل شيء لاباس ما نقوم مانيش لاباس وتقول انت علاش نقوم راسي يوجع علاش نقوم تعب مانيش ماكش في صحنك مانيش في صحنك فما حاجه كيف با البلاد لانه هذا شيء نحب بلادي معناها البلاد سي با سا معناها حتى توا شنو اللي ما يعجبش في البلاد؟ والله كل شيء يسمع منين تدور ملي تقوم ملي معناها ملي باش تهبط وسط البلاد من السيركولاسيون ما يعجبش من اللي فو ما يعجبش من الحشاك معناها الاوساخ ما يعجبش تطلع الكليه نقري في الكليه نهار السبت العشيه عندنا مجلس تاديب نتاع بعض الطلبه الغش في الامتحانات في الاخر يزموا بعض الطلبه ما نعرفش نعطيك في كليه حقوق والعلوم السياسيه في تونس الكونغرس نهار السبت العشيه يزموا الطلبه معناها الاساتذه في بيرو العميد انا روحت قريت وكملت 11 وروحت من بعد يكلموني معناها الزملاء يزموا على بيرو العميد وباش يكسروا بالار وباش يزموا على الاساتذه يضربوهم هذوما ديفيتور محامين وقضاة وناس تطبق العدالة بيانشر تقصير بالله ما تخرجوش وبيكم وعليكم ونقتلوكم ونذبحوكم ترسي معناها التليفون للأمن الأمن باش يجي نهار السبت عشية باش يحرر عميد في سامي البستانجي والأساتذة يحررهم باش يخرجوا من بيرواتهم في كلية في أوتار شكون اللي فرحان باش فرحان معناها وقت اللي اوريزمون البارح مشيت نقري معناها نعرف من السماء قلت راه نشوف اوريزمون ناس قرات امتحانات ناس عدات ولكن وقت اللي يوصل الحد هذا خويا زهير تقول لي تقوم لاباس شنو معناها لاباس؟ اذا كان الوضع العام ماهوش لاباس فتحي والله انا ساعه بيني وبينك انا بيدي نسرح هكا شويه ونخمم معاك مع تفتخمام هذا نلقى روحي نقول المساله مربوطه في الاخر لا بقانون تكتب ولا بدستور جديد ولا بقوانين تتكتب حبار على ورق المسألة أخلاقية بحتة عندنا أزمة أخلاق في البلاد أزمة أخلاقية كبيرة ياسر والأزمة الأخلاقية سمحني أقول لك تسبوا فيها السياسيين أي. لأنه السياسيين وقت اللي تشوف بين ظفرين أخلاقيات التعامل ما بيناتهم فوق البلاتوات اللي تفرش فيهم المواطنين كل تفرش في الأخلاقيات تأخذ فكرة وصلوا سبان وصلوا كلام كبير ياسر مس من الاعراض وصلوا ناس تخرج من بلاتوات معناها ويخرجوا من بلاتوات بالطريقه دونك هذه نقطه يقول لك اذا كان هذا المسؤولين الكبار اللي يحكموا في البلاد شوف الاخلاق نتاعهم شوف كيفيه التعامل نتاعهم اثنين مع الاسف الى حد الان ما ريناش سياسيين يسمعوا
السياسيين بتاعنا يعرفوا يتكلموا برك. شو معناه؟ يعرف يتكلم، يعرف يخطب، يعرف ساعات يجنقل بالكلام، ساعات حلو كذا ما يسمع. المشكلة احنا في السمع مش في الكلام راه. اسمع انت لازمك تسمع باش تنجم تتكلم. ورا مشكلتنا في السياسيين بتاعنا اللي جاوا الكل معناها وانهم يعرفوا كان يتكلموا. واليوم التونسي عياء من الكلام. التونسي اليوم ماذا بيه دي كونكري، يرى حاجة، يرى حفرة موجودة عندها عامين ثلاثة عشر سنين في الكياس قدام داره تتسك، وقتها يقول لك بارك الله فيك. دونك بما ان التونسي ما راهش حاجة واقعية قدامه تنفذ تتعمل تتريقلت، دونك يقول لك السياسيين هذوم لا ثقة فيهم. واليوم وصلنا لحد مش في السياسة برك، في الرياضة. كان تحكيوا على الرياضة ونجبد لك مجال الرياضي شيء كبير. حد ما عنده ثقة في حد يا زهير. حد ما عنده ثقة في حد. أي قرار ياخذه حكم حتى متاع تماس ولا متاع كورنير تاق في الدنيا والشماريخ طابت والدنيا بكل. أعضاء الهيئات القضائية ولا الرياضية في تونس يخرج رئيس جامعة يقول رئيس لجنة الاستئناف اللي هو هيئة قضائية ومحامي يقول له معناها انت تعمل انت في بليزير هيك شويه جريك بعد ما صدر حكم. ورا ذاك محامي رجل قانون معناها كانه ورئيس الجامعه حلها. شنو حلها؟ نرجعوا العصا؟ لا ما نرجعوش العصا. حلها جينيراسيون اخرى، حلها جيل. تتصور تتصور فتحي المولدي احنا اليوم الحقيقه قاعدين نخدموا في خدمتنا على اساس الجينيراسيون الاخرى. تعرف اللي اليوم الحقيقه وقت اللي نخمم معناتها نشوف في صغيراتنا على شنو قاعدين يكبروا. صغيراتنا قاعدين يكبروا يا اما على قنوات اجنبيه نتاع ديسان نتاع الكوميك ولا لي ديسان انيمي، والا يكبروا على البلاتوات اللي انت تو تحكي عليهم، البلاتوات نتاع العنف نتاع السياسيين نتاع دزني وندزك نتاع قله الحياه. هذوما صغيرتنا اللي نسيناهم دايور. صغيرتنا قاعدين يكبروا على العنف، قاعدين يكبروا على الإرهاب، قاعدين يكبروا على الحداد، قاعدين يكبروا على تهبيط الدرابو. معناتها هذوما صغارنا اللي غدوة باش نشوفوهم ماسكو لاهيين بهم. اليوم احنا نفسيا ماناش لاهيين بهم، ولكن ما عنديش النظرة السوداء هذه. مش صغارنا الكل يبدوا في العالم، مش صغارنا الكل يمارسوا في الإرهاب، مش صغارنا الكل يتبعوا يشوفوا. لكن فما برشا برشا فما دي جينيراسيون، فما أجيال، فما تواسة، فما وليدات اللي عندهم أفكار نيرة وعندهم مواقف. هذوكم اليوم راهو البلاد بجوان يزمها دم جديد في كل الهياكل اللي نحكيوا عليهم. يلزم دم جديد، عقلية جديدة، لأنه الناس هذم اللي موجودين اليوم أثبتوا عدم قدرتهم على تجاوز الإشكاليات نتاعهم، على تجاوز ربما عقلياتهم. دونك أنا أقول في وقت ما نقولوا الثورة شكون اللي عملوها؟ عملوها الشباب. وفي وقت ما أعطيوا المشعل للشبان، ربما الشبان بالطبيعة تدريجيا، ما قلتش اليوم تدريجيا، لكن أعطيهم ثقة. شوف اليوم في الحكومة عايشك، قدش عندك من شاب في الحكومة بالطبيعة تقول لي وزير صغير شنو الإشكال؟ وزير صغير إذا كان عنده الكفاءة وعنده شهايد نتاعه وعنده كذا لما لا؟ يا أخي يحكي الرئيس نتاعنا الحالي الباجي قايد سبسي يحكي قال عام 56 عمري قداش واش 20 سنة ما نفهم حتى شيء من السياسة، قالوا لي شد كبير وتتعلم. دونك كيما هو رماوه وما يعرفش يعوم وتعلم يعوم، كيما دونك يلزم يعديوا المشعل للناس الاخرين خليهم يتعلموا. دونك نقول تونس راهو ماهوش مانيش متشائم بالحد اللي تتصوروا، ولكن تشائم ما فما حاجه لازم تتقلب، فما حاجه لازم تتحرك. تشائم تاعي موضوعي اللي تنتي دوبتيميزم معناها بقدره ربي غدوه اذا كان بعض العقليات تتغير وبعض السياسيين يوليوا يتعلموا يسمعوا اكثر من يتكلموا تونس تمشي ان شاء الله الى ما هو افضل. نرجع لفتح المولدي قبل ما نحكيه على مساله القضيه اللي اثرت جدل كبير، معاذ بن غربيه وسيم ميغال واللي انت ترافعت فيها وكان عندك الدوسي من الاول. الناس تسال فيا فتح المولدي باش يكون موجود في التاسعه المعاذ بن غربيه من ضمن فريق العمل والا لا؟ وين؟ بطبيعه الحال سؤال بديهي معناها، سؤال ما فيش حتى نقاش. كلمة تركبش معناتها. اي معناها ما تنجمش. يعني قلت لك الابيض ابيض ولا كيفاش؟ فوالا دونك بالطبيعة موجود إن شاء الله في قناة التاسعة. أنا ذاك اختيار مني هكريت زهير. اخترت وأنه في كل القنوات التلفزية الأخرى نمشي كضيف. تعرف وقلت لك وأنه كلهم طلبوا مني باش نتعامل معاهم، نقعد معاهم بصفة دائمة إلى آخره. كان موقفي هو الرفض.
لانه عندي مبادئ البعض منها معناها على الاقل، وانه في تونس ربما معناها العمل يكون معاه في جو ومع ناس تعرف طريقة العمل متاعك، تعرف انت في تبارك الله في إذاعة وتعرف تلفزة وتعرف كذا، إذا كانك مكش في إطار مرتاح ما تنجم تعطي حتى شيء، إذا كانك تمشي لأنه قناة تلفزية قالت كيجة باش تعمل معايا وتمشي على بلاتو انت على أعصابك، لأنه الأجواء ماهيش الأجواء والناس ما تعرفش الناس، عمرك ما تعمل حصة بها كيما في الراديو، عمرك ما تعمل حصة بها، إذا كان يجيب دي زنبيتين تحس روحك مكش لازم معاهم. دونك كان نرتاح ما في اجواء معينه، مش معز برك لانه معز ومعاه برشا برشا اكيب كامله، فما اجواء كامله، فما طريقه عمل كامله خدمنا بها من عام 2005، وانه كلمتك تقولها وانه اللي موجود تحكي عليه وانه اللغه الخشبيه لا هذا اللي تعلمناه وخدمنا عليه، دونك موجود في التاسع ان شاء الله. وين رياضه سياسه؟ لا سياسه. شوف انا عمري ما عملت اي برنامج، عملنا برنامج اجتماعي ولا اجتماعي مثلا اجتماعي حق معك زاد نجحتوا مليح، نجحنا مليح في البرنامج هذا، فكره معز ربما ارجع هذا البرنامج كذلك. ولكن بالنسبه لي انا المجال الرياضي هو الميدان متاعي الطبيعي اللي نكور فيه، نكور فيه بالمعاني الكل، معناها نكور بالمجال المجال اللي نقى فيه معناها راحتي، لانه هذا اللي نعرف نحكي فيه معناها. اي منشط ولا كرونيكر؟ لا يستحيل فتح المودي عمري انا ما نجمش نعمل النشط، ما نجمش النشط حتى النشره الجويه ما نعرفش. هاك قريت الاخبار قبيله تبارك الله، هذاك استجابه للطلب نتاعك تحت التهديد وتحت التهديد دونك لازم غير ما نجم، انا ما نجم نكون كان كرونيكور، ما نجمش نكون حاجه اخرى معناها في مقدمه نجم كلمتك تقولها فوالا، ما نجمش حتى في مقدمه الموضوعيه والحياد لا ما نجموش انا اللي عندي مقدمه ما تنجمش، يعني مقدمه تعرف انت انت ما تنجمش تكون كرونيكور صغير، اذا كانك عندك البروفيل نتاع المقدم وتبارك الله عليك فكلاس لا تو روبوندي ايتترا، ما تنجمش تكون كرونيكور. كل واحد يعرف وين ينجم يتحرك. انا نعرف حدودي، انا حتى في افام قلت لك وقت اللي غاب رفيق وكذا فتحت قدمت من عرق، انت ما تعرفش قد ما عندك معناها ما نعرفش، لانه دوري اني ومانيش محلل، اتونسيون مانيش محلل، فما فرق كبير. المحلل اللي يجي يقول لك المقابلة هذا لعبوا 4-4-2 هذا ما عملوا كذا، انا مش انا كرونيكور معناها الرا في المقابلة، نقرا المقابلة قبل الدقيقة الأولى وبعد الدقيقة 90 في وسط المقابلة اللي ربما ما يروش ناس اخرين، انا ذاك اللي ركز عليه. دونك موجود في التاسعة جوابا على سؤالك، موجود في التاسعة ان شاء الله بالطبيعة اذا كنت تعطينا القدرة قريبا. قريبا وقتاش؟ ما فما فما دات بون ربما انت باش يكون عندك معناها جو مكسكوز معز، معناها معز باش يعمل ندوة صحفية نهار 18 ابريل باش يعلم فيها على بداية البث التجريبي، ونهار 18 ماي باش يعمل ندوة باش تبدا القناة في البث نهار 18 ماي. انا نتصور هذا سكوب جو مكسكوز معز بون مي صاحبنا معز اي لا دونك هو باش يعمل كونفرنس دو بريس ندوة صحفية 18 ابريل وانا نتصور 18 هو 8 بلس 1 راه معز ديما يحسبها 8 بلس 1 يجيو 9، دونك 18 ابريل ماهوش تاريخ بريء. 18 ابريل باش يعلن على بدايه البث التجريبي، و 18 ماي باش يعلن على بدايه البث الحقيقي. وهكاك يجيو ابريل وماي اللي هما 4 و5 زاد يجيو 9. يجيو 9 قولك. هذه كملت حسابات. بارك الله عليك. سي زهير انت رقم واحد في القناه التاسعه. سي وقع انتداب زهير في القناه. يا معز نعلم من توا. خلي قصوا الاذاعه في الساتيه من المدير صح. وبعد اعطي الاخبار على روحك. دونك ان شاء الله ومعز قاعد يخدم برشا يتصلوا بيا. شوف معز ما يهزش، معز ما يجاوبش، معز ما لانه معز ضيع 5 ايام تقريبا في وقت الايقاف نتاعو، هو كان اون بلان معناها يخدم تقريبا 18 ساعه يسافر ويجي ويحضر في جري كامله وبرامج، وخاصه بالنسبه لرمضان يحب البدايه تكون بدايه في رمضان تكون القناه ديجا معناها تبدا 18 ماي نتصور معناها قبل شهر من رمضان تبدا موجوده. دونك ربي يوفقه معز والاكيب اللي معاها عبد الحق وريم والناس الكل ربي يوفقهم، نعرف قاعدين متاعبين ان شاء الله يخرجوا برودوي للناس تستنى فيه، لانه الناس الكل وقتاش باش تبدا
ربما يعني يقول الناس ما تعطش وان شاء الله يكون فما حاجه جديده مع تبرودي جديد سي با دو كوبي كولي بتفاصيل يظل اليوم مستحقين المشهد متنوع ومشهد يختلف على اللي موجود اليوم خاطر الناس بدات تقلق ربما شويه من اللي موجود اليوم رغم البوز رغم اللي نسبه مشاهده شحيح. عاليه وغيره ولكن من داخل العباد موجوعه لانه وجعتها هي اللي ولات تتفرج عليها خلي نطلعوا نسمعوا راي الناس على 73 24 3000 على حلقه البارح الحقيقه البارح احنا عملنا بلاتو سبيسيال خاص بذكرى وفاه الزعيم الحبيب بورقيبه العباد تكلمت كيما غوده باش تتكلم ان شاء الله على حلقه اليوم على فتح المودي خلينا نسمعوا اش قالوا الناس ونرجعوا للتعليق كان جزء من اصوات الناس الحقيقه العباد سجلت بغزار على الريبوندور نتاعنا فيما يخص بورقيبه فهذا جزء منه تعليقك في سافيسا على اللي قال بالنسبه للراجل اللي قال صالح بن يوسف ان شاء الله ايضا نعملوا حلقه خاصه صالح بن يوسف لانه كيف كيف زعيم ومناضل ومن المناضلين اللي كانوا موجودين في البلاد والله انا بورقيبه قابلته مره في حياتي قابلته يوم 30 جوان في 1981 في يوم العلم سلمت منه جائزه الرئاسيه في يوم العلم يعني كنت اللوريا نتاع كليه الحقوق والعلوم السياسيه وعندي لحيه وقتها بورقيبه قال لي نحي اللحيه وفك عليك وقتها الحمله ضد اللي تعرف انت انت عملها لوك ولا شنو هو من لوك من عام 76 مش من لوك راهو طاح لوك من عام 76 ما علاش اللحيه والله شوف عام اللحيه عام 76 عملتها مكتعرف واحنا صغار معناها لابو معناها تبدا سونسيب ياسر وفراجيل برشا الكيفية وانا فرق صغير في الكلية بالمناسبة كيفية انا راه حتى انا اللحية على خاطر ياسر سونسيبل اما انا من عام 76 معناها عملتها من عام 76 عمل حسابي قداش عندها توا اللحية قريبة 40 سنة معناها 38 سنة عملتها بون بعد استانست بها استانست بها يبدو انه حلوة مش خايبة معناها دونك خليتها وهرة وهرة لا فاسون بارلي دونك جماعة اللي يعملوا لحية معناها مانيش معاهم واللي ما يعملوش لحية مانيش معاهم وصلت في وقت ما وتعرفوا في صنبك وقت القضايا نتاع الاسلاميين معناها اللي عنده لحية من المحامين ما يدخلش للسجن معناها ما يدخلش بطاقة تعريفك ولا بيت ولا الباسبور ما تاخذوش الا ما تنحي اللحية أيه. الى اخره أيه. على كل هذا تاريخ معناها زايد باش نحكيو عليه اليوم اللحية تو موجودة دونك بورقيبة وقتها قال لي ما يحب نحكي حاجة برك على بورقيبة أيه. انا وقتها ريته تقريبا 10 دقائق ويحكي معاي ويفدلك وضحك وكذا وبحذا محمد المزالي الله يرحمه زاده زهير بورقيبه ما تنجمش تغزر له في عينيه. علاه؟ بورقيبه عنده إلى لا بوروز وجهه عنده عينين الله يرحمه عمري ولا ريت عمري ولا ريت معناها انا ما زلت فرق صغير وقتها جافي معاش 20 ولا عنده عينين ديستابيليزون معناها يضيعك في تغزر له في عينيه. سا لو كاريزم هذا الكاريزم اللي الناس تحكي عليه والله فلان عنده كاريزم انا اذا كان فما كاريزما ريتها هي عند بورقيبه بورقيبه وجهه تبارك الله ما شاء الله معناها وعلاش احنا من ولاده نقولوا انه قرانا ووصلنا معناها بورقيبه تنجم تغزر له في وجهه في عينيه لانه قلت لك القشره نتاعو روز وعينيه زرق زرق درك كيفاش معناها تغزر معناها ما شاء الله انا شاده هذه نقولها معناها وانه بورقيبه كان سي لو ديرني غران اوم ديتا في افريقيا انا نقارنه بميتيران لانه ميتيران دار هما كيف كيف الاثنين مثقفين الاثنين اون دو ليتر الاثنين يقراو ياسر الاثنين يطلعوا ياسر الاثنين فدلك ياسر الاثنين يلعبوا عندهم لو جو دمو ياسر بورقيبه وميتيران نقارن لي ديرني دي غران بورقيبه وميتيران فاصلة صغير وراجعين الحكاية اللي استناو فيها الناس معانا اليوم قضية معز بن غربية وسيم ميغال وتفاصيلك شفتها انت لولاني وقلت انه القضية تتعلق بعمل استقصائي وفيها أطراف أخرى اليوم القضية تسكرت في بورتوت هل تم الاتفاق مع المتهمين معاذ بن غربية وسيم ميغال بالصمت مقابل خروجهم من السجن والحكم 6 شهور سرسي شنو هو اللي صار بالضبط علاش معاذ ماشي مروح تونس من بعد تكمل انت المقدمه هذه نتاعك اسكو يصير ماشي نفطر من بعضنا نقولوا شوينا ما نمشي نفطر تنقول لك من بعد تروح لتونس ثابت للجنوب تقطع عدزير تمشي تعوم البحر تو قبل كل بعض فاصل وراجعي رجعنا معكم ومتواصلين ان شاء الله حتى للساعتين وقت اللي نحكيه مع ضيفنا وضيفكم سي فتحي المولدي الاستاذ المحامي وايضا الاعلامي عنده 40 سنه في ميدان الاعلام الرياضي اليوم نلقاوه على اذاعه افام واليوم موجود بحضنا من داخل استوديو جوهره في قسم الاخبار واشرف عبد السلام بحضنا
فما جديد. شكرا لك يا أشرف، بارك الله فيك. احنا نرجع معك فتح الغلمة على وقع أخبار مرة أخرى، وهذا متوقع في نهاية الأمر. هو مالورزمو وصلنا في مرحلة أنه نتوقع هجوم في كل لحظة، واليوم متوقع خاصة بعد العملية الأخيرة تاع سيدي يعيش، ردة فعل من التكفيريين من الدواعش ولا من هلا التنظيمات الإرهابية هذه في إطار بعض العمليات الغادرة، لأنه الناس غدارة في الأخر يطلعوا لك من الجحور نتاعهم كل جرذان، يعملوا عمليه ويرجعوا. لكن انا اللي قلقني زهير وانها كله منتظره ومتوقعه، وليان كومين باناليزاسيون، يعني ولينا تعرف شنو، ولينا اليوم هجوم ارهابي قداش ماتوا ولينا ارقام انا قداش على حسب الرقم هاي كان 20 كان واحد يسيبوا. السؤال الثاني لا نحكي لك زهير، يعني نعيش لا سبري توجع. السؤال الاول قداش كوم سي بون ثلاثه هو اشتر واحد نورمال اثنين كيفاش السؤال الثاني زهير ولا كيفاش قتلوهم نورمال ولا ذبحوهم معناها شوف، وهذا ما يلزمش حتى صحيح متوقع منتظر اش بنتي كل واحد لي دو ترو، كل عمليه لي دو ترو. وهذاك علاش قد ما نساند، وانا علاش انا عندي موقف من اللي في كل وسائل الاعلام اللي ندخل فيهم، يا ودي الامن والجيش على رؤوسنا، يا ودي ما تنتقدش الامن، يعيش كنتقد الامن في البيروات ورجلهم، اما ما تجيش على بلاتو ما حقهمش وحقهم ودخلوا ما، يا ودي ناس حتى احنا على بلاتوات نعملوا كرافاتات وكسات وكوستيمات ونجيب برفيومي باش نبدا وجهي ونمشط في شعري نخرج مليح في التلفزه ونبدا نحكي والله حقهم قلنا لهم يدخلوا منا وغلطه يا ودي عيب علينا راه. عيب علينا قد من أراهم الناس يحميو فينا، رانا إذا كان احنا اليوم قاعدين لهنا ولا غيرنا وناس تقرأ وناس تمشي وناس تخدم بفضلهم هما. هكا تشوف أنا جيت توا الجوهرة فاهم اللوطة الأمن، نمشي ليا فاهم اللوطة الأمن، معناها الناس تحرس فينا راهو، وأنا نجي جو مي بيرمي معناها هكا نجي ونعرفهم راهم برشا عباد منهم سياسيين ومنها والله يا زهير ساعات سيري فورتون ماذا بيا، علاش ما نحبش نشرش التلفزة، ما نحبش نشرش التلفزة لانه سيري فوتون معناها ويجي على البلاتو معناها يبدا محضر روحه من العشيه يسمع تو تشوف في الليل شنو نعمل لهم ويجي في الليل معناها على البلاتو ولا من يقول لهم القزان هذيك راهي ما تي ودي عايشك عاوننا يولي خبير عاوننا بسكيت وش كثر خبراء الامنيين وش كثر خبراء اللي يفهموا وش كثر السياسيين اللي يفهموا والمحللين علاش يا ولدي علاش خلي الناس تخدم قول لهم كلمه باهيه راهم هما الجيش والامن التونسي ريت السونداج الاخراني الاستفتاء الاخراني حقهم يحشموا على رواحهم 97% من التوانسة ما عندهم ثقه كان في الجيش بالضبط. والامن و 30% الاخراني لو درني دلا كلاس الاحزاب 30% دونك يعيشكم شويه احترموا شويه المواطن التونسي واحترموا النسبه نتاعكم راكم على غالب لحد الان ما زلتوا ما كبرتوش برشا بدلوا ساعة نسمع كلاش انفو واحنا راجعين مع سي فتحي المولدي نحكيو في تفاصيل قضية معاذ بن غربية ووسيم ميقال الحقيقة اللي أثارت جدل كبير إذا كان فما معلومات اليوم يلزمها تكشف وإلا تنجم تقولي فتحي إنه اليوم مش وقته باش نحكيو في المعلومات هذية بعد الكلاش انفو راجعين نحكيو في الموضوع جديدة علاقة بعيدة شوية على بعض بعيدة شوية على بعض ما تركبش لا مش ما تركبش لا كل ما انا بعيد شويه هو الشعب ناقص وزادو معناتها اي لا هو فما حاجه الانتاج والانتاجيه في هذه تبارك الله ما شاء الله اذا كان عندنا ارقام معناها في ارتفاع هي نتاع هذه وتعرف الارقام معناها رسميه تونس كلاسي معناها زين الكوب دافريك في الحكايه هذه الحكايه هذه ما يلعبنا حد اورزمو في الحكايه هذه هاي الجوله الرسميه توا ما وشد لنا جول في هذه الرسمي فتحي شنو اللي صار مع معز بن غربيه وسيم قالوا الحقيقه وشنو اللي ما تكشفش عليه وعلاش التزم الطرفان او المتهمين الصمت حتى اللحظه وحتى بعد خروجهم والله اللي ما تكشفش لانه ما نجمش تكشف الوقت الحاضر اولا ثانيا التزموا الصمت لانه يلزمهم يلتزموا الصمت تعرفش علاش زهير لانه القضيه مازال جاريه شو معناها القضيه مازال جاريه معناها اصدر حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمده 6 أشهر مع اسعافهم تاجيل التنفيذ دونك خرجوا القضيه كانت لو 25 تتذكر قدمتها لو 18 لانه اعتبرت وانه مظلمه كبيره بالنسبه لي انا وانهم
الاولاد موجودين غادي معناها باش يقعدوا 15 يوم، والحال انه لو كان تعدى قدام المحكمه يروحوا نهارتها. وكان تتذكر حتى دخلت معاه قلت لك يروح وراهم باش يروح الاولاد، لانه نعرف الدوسي من الحجم الخفيف، معناها الدوسي خفيف فيش حاجه كبيره معناها اللي تخول وانه يبقوا بحال ايقاف. وقت اللي قدمته النيابه العموميه في بلاتو على قناه التونسيه مع حمزه البلومي في اليوم الثامن على اساس انه دوسي خطير جدا ومعلومات تستحق انه يتم اعتقالهم ولا يتم على الاقل ايداعهم السجن. هذاك موقف النيابه العموميه، تعرف النيابه العموميه شنو معناها باش الناس تعرف؟ النيابه العموميه هو اللي يتفرجوا في السينما وفي الفيلمات المغرق. المغرق اللي يبدا واقف ويبدا عايط يقول 500,000 سنه يحب يحط من الناس الكل، دونك النيابه العموميه هذاك موقفها. بقى النيابه العموميه مش هي اللي تحكم، لانه عندنا لي جوج اسير لي جوج دبو. معناها القضاة الجالسين هما اللي يحكموا والقضاة الواقفين هما اللي يطلبوا ديما فوالا. دونك النيابه رات وانه في الظرف هذاك بالذات يجب ابقاء معناها الاولاد بحاله اصدار بطاقه ايداع، ابقاهم بحاله ايقاف. رات وانه الملف رغم اللي قراءته انا تختلف تماما، وربما هما لانه الملف فيه برشا معطيات، معناها الملف فيه برشا اوراق، فيه برشا حكايات، في برشا كذا وتعلق بعديد الاشخاص، ربما يقول لك بحاله صلاح والدوسي تو يتصور اليوم والناس الكل تقراه وتشوف وتخرج برشا معلومات. الاشكال وانه ربما عنده علاقه بملفات اخرى. عنده علاقه بملفات اخرى. الحقيقه فتحي الحكايه عندها علاقه بحريه التعبير؟ والله هي شوف انا تعرف من عادتي، تو نحكي لك زهير، انا من عادتي واني ما رفعش في البلاتوات أنا ومانيش باش نرافع، ولكن نحكي على المبادئ العامة. لهنا فما جوج قراءات، فما قراءة نتاع النيابة العمومية وأنك يا خويا ما فماش هذه حرية الصحافة وهذه تقلد صوت نتاع رئيس الدولة وكذا. بالنسبة لي أنا نقف غادي، الغاية ما تهمنيش، الغاية اللي تحب توصل لها ما تهمنيش. دونك تقف عند وين المصلين، هي حرة تحترم النيابة. انا شو نقول، انا قراءتي تختلف، انا نقول الاولاد يخدموا في خدمه كبيره ياسر حول الفساد على المستوى السياسي على المستوى الاعلامي على كل مستويات فساد في البلاد اللي الناس تحكي عليه. الاولاد في اطار البحث نتاعهم يخدموا في دوسي كما انت تحضر ملفات نتاعك، طاحوا على بعض المعلومات وعلى بعض الاخبار على بعض المعطيات اللي تخول لهم باش يوصلوا باش يعملوا خدمه كبيره. انفستيغاسيون. دونك انا شو نقول، الموقف نتاعي علاش يختلف مع موقف النيابه؟ انا نقول الغايه تبرر الوسيله. انا الغايه مانيش بناخذ فلوس، تعرف وقلتها قداش من مره للناس الكل، خرجت لاني وقت اللي تسمع النيابه العموميه تقول الاولاد ما عادش خارجين من الحبس. اور النيابه نورمال تهول، معناها تعطي ديما لي تيتر الكبار معناها وعادي جدا وهذا خدمتها. انا خرجت باش نقول راهو معز وسيم وعبد الحق ناخذهم لي، لا هدوا حد، لا طلبوا فلوس، لا يخدموا في عمل اعلامي صرف بحث 100% باش يوصلوا لحقيقه. اللي مثلا اللي يطلع مع الحارقين وانت خدمت تبارك الله، يطلع مع الحارقين باش يصورهم يوقفوه معاهم وهو اعلامي صحافي عنده كاميرا باش يخدم ريبورتاج، ما يدخلش الحبس على اساس انه يدخل الحبس على خاطره حارق. اللي يمشي الاداره باش يعطي بكاميرا كاشي الموظف باش يعطي رشوه ويصوروا ويشدوه ويعطي في الرشوه يتحاكم، ما يخدم في خدمته. ما تقييم النيابه العموميه يختلف على تقييمنا احنا. هذاك علاش الستة شهور سرسي احنا ماناش راضيين بهم. احنا بيدنا وهذه معلومه ربما الناس تعرفها، احنا ماناش راضيين بالستة شهور. بالطبع هي النيابه استينفت وانتم استينفتوا بالطبع الاثنين. كل طرف عنده الحق يستين. النيابه استينفت قعدت شويه بالنسبه لي انا. دونك شدت في المنطق نتاعها اللي قلت لك عليه وانه الغايه لا تبرر الوسيله. دونك وقفت فيه كونه قمت بعمل محظور. احنا استينفنا باعتبار وانه لازمنا نخرجوا بلون، نخرجوا بعدم سماع الدعوه. فتحي انا الحاجه اللي ما فهمتهاش في الحكايه هذه، شكون اللي رفع قضيه؟ حتى حد. كيفاش قضيه مرفوعه من غير حتى حد؟ حتى حد، هاني انا نعطيك معناها اللي موجود وانه فما معلومات امنيه مؤكده تفيد وانه وقع اتصال هاتفي بين معز وكذا وشخص موجود في الخارج الى اخره،
ودونك المعلومات الأمنية هذه، أنا مانيش ندخل في الجزئيات، المعلومات الأمنية المتأكدة متاع مكالمة وقعت وانت قاعد في دارك في منعرفش في خزامة ولا في سوسة ولا في النزل في بيتك، معناها كيفاش وصلت المعلومات الأمنية المؤكدة للأمن باش يعرف اللي زهير عمل تليفون الفتحي باش يقول له اسمع نتقابلوا من بعد، منين جات المعلومات الأمنية المتأكدة؟ بيشكو ما فهمش شاكي في انطلاق البعض ما فهمش شاكي، وعلى ضوء المعلومات الأمنية المتأكدة بعد سويعات اخذوا اذن معناها الشرطه معناها فرقه الشرطه العادية اخذت اذن من سيد وكيل الجمهوريه باش يحطوا بعض الارقام الهاتفيه تحت المراقبه معناها باش يسمعوا. دونك سؤال نقطه منين جابوا المعلومه الاولى؟ معناتها قعدنا فكر الدجاجه قبل ولا قبل؟ دونك نقطه الاستفهام الكبيره اللي احنا نعتبروها انه الاجراءات كلها اللي انطلقت على اساسها القضيه باطله باعتبار ما فهمش اذن قضائي وفما تعدي على الحياه الخاصه وعلى كذا على كل النقاش تويجي مع. وقعدنا ايضا زهير وهذا اللي به الفائده وقفنا وانه راه اي حكم معناها بالادانه حتى ب 100 دينار اختيار او حتى ب 100 دينار اختيار طونسيون زهير نعرف شو نقول اي حكم بالادانه حتى ب 100 دينار اختيار احنا ما رضيناش 6 شهور سرسي معناها حتى باختيار ما نرضاوش. علاش؟ لانه نعتبر وانه اي حكم بالادانه غدوه زهير ما عادش نجم تهز كاميرا وتهبط تصور في الشارع لانه نجم يوقفك في الشارع يقول لك هاي انت قاعد تقوم بعمل كذا يلزم كل مره تاخذ رخصه باش تقوم اي عمل تقول باش نعمل عمل استقصائي دونك نخاف وانه مبدا حريه العمل الاعلامي يقع المس منه والتهديد للحريه معناتها من منطلقها هذه. ما فتح المدي معناتها لو كان نسالك وكون معايا صريح الحقيقه الاولاد في الانفستيغاسيون تاعهم يبدو انه مسوا دوسي ميز مش يتمس لانه مش اول انفستيغاسيون تصير صحيح فما دوسي اخر معناها هذا قلتها لكن فما ملف اخر بطبيعة الحال لازم معناها ما يلزمناش نحترموا ذكاء المستمع يقول لك شنو هو الدوسي الاخر معناها اللي يحبوا يوصلوا هما باش يعملوا الدوسي الاخر انا ممنوع عليا نحكي عليه انا ممنوع عليا نحكي عليه وعمري ما حكيت عليه ممنوع عليه ممنوع عليك من اي منطلق من منطلق هو اني حقوقي واني هذا ملف من اوراق القضيه فما السريه من منطلق وانه باش نحكي على اشخاص ربما غدوه تثبت البراءه نتاعهم ربما يقدموا هما مؤيدات تفيد وانه العمليه ما تمتش بالطريقه هذيك ربما معناها كيفاش انا معناها فتح المودي كمواطن فتح المودي كرجل قانون فتح المودي كاعلامي ما نجمش اليوم نجي ونرمي هكا نلوم على العباد ونجي نرمي اسماء هكا في الطريق العام ونقول راهو في القضيه هذه فما دوسي يتعلق بزيد او بعمر فيه لا ما تقوليش اما قول لي مسوا دوسي ما يزموش يتمس ما يزموش يتمس ما نعرفش ولكن تمس الدوسي الاخر تمس والدوسي الاخر محلول والدوسي الاخر موجود اليوم فما قضيه اون باراليل ولا فما بطبيعه الحال فما دوسي علاش ما تحكيش عليها؟ ما مش مشكلتي علاش تحكي على قضيه معز بن غربيه لانه معز بن غربيه بالحق وصل الكلام على اساس انه معز بن غربيه مقلب وكل الناس في فلوسها وغيره وتحيل وتحيل وغيره والقضية الأخرى ما سمعنا عليها حتى شيء ربما تسمع عليها ما أنا من المنطلق متاعي نعطيك المعلومة الملف الثاني موجود محلولة قضية فيه الملف الثاني موجود ومفتوح وربما معناها تثبت براءة أو إدانة الأشخاص اللي موجودين فيه أنا ما نعرفوش أنا عندي كان الرواية اللي قريتها ما تعرفوش ولا ما تحبش تقول عليه لا ما حبش تقول عليه ممنوع عليه نقول عليه فيها أطراف كبيرة فيها أطراف بطبيعة الحال فيها أسماء أسماء واصلة معناتها نحب نقول بمعنى أنه أسماء صعيب الوصول لها الأسماء صعيب أنه تحكي عليها هكيكة لا يسمحني زهير وباسة أنه تجد أسميها زيد ولا عمرو ولا منصور تحكي لي عليهم أنت لانه فما اسماء كبيره كان زي ولد عمتي ولا كذا انا مش حكي لي عليه مثلا من قسم الرياضه ولا مثلا دونك بالطبيعه لان اسماء باهي سامحني معناها بالمنطق اذا كان ما جاتش اسماء من الحجم الثقيل اسماء وبقطع نظر قرينة البراءة وربي إن شاء الله ما فما حد شيء ومنتمناه لحتى حد معناها لو كان ما جاتش أسماء معناها كذا معز وميقالوا الواي يعملوا في العملية هذه ويكلموا باسم الرئيس والواي كان جاء صالح بن محمد بن حماد فاش قام يعملوا في العملية طيب. في كل أسماء دونك في إطار
وقت اللي تعرف فساد معناه سياسي وفساد اعلامي و و دونك الاسماء فما فتح المودي فما صفقه نتاع اسكت نسكت استدوسي فما صفقه تاع معز باش يخرجوا مستحيل مستحيل مبطل الخدمه شو انا في صفقه مع الناس صفقه مع تدوسي هذا باش تفضح باش تفضح وباش تكمل الانفستيغاسيون باش تخدم انا قلت لك ربما في الايام القليله القادمه تسمعوا عليه الدوسي هذا ما عندي ربما في الايام ما عنديش فكره لان وانا عندي في الدوسي نتاع نتاع الاولاد نتاع معز عندي كان بعض المعلومات نتاع طرف واحد تعرف حق الدفاع مقدس الطرف الاخر اللي مذكورين ربما بالاسماء وكذا عندهم ربما معطيات اخرى ربما يثبتوا البراءه نتاعهم ربما سيد يكذب عليهم ربما امور معناها لفق. الله اعلم دونك Tant que je n'ai pas les deux versions, mais les nages m'ont coulé, ouais, ou coulé, malgré mon char, حتى حد. Ouais, non, mais les gens me stackent à la douce, ils m'ont mis un دون ذكر وانه ما يبحثوا في ملف اخر لانه هذا هو تقلل في صوت الرئيس الواحد باش تغني باش تعمل سياس خوك باش تعمل باش تضحك العباد زي كنت تحب توصل معلومات في دوسي اخر واضح العمليه معناها 1 بلس 1 يقال 2 الاشخاص الاخرين ان شاء الله ربي يثبت ان شاء الله البراءه نتاعهم كانهم معناها ما عملوا حتى شيء ابرياء وبطبيعه الحال الابحاث الجاريه تبقى انا ما نوبش فيه الملف الثاني ما عندي عليه معناها اطواره حتى فكرة ولكن اللي نجم نقوله لك انه مازال مفتوح بطبيعة الحال مازال مفتوح تقام الملف نتاع معز مازال مفتوح لانه فما استئناف ستعين قضية قريبا قدام محكمة الاستئناف بتونس فتحي انت تعرف مليح معناتها علاش انا مصر في الموضوع هذا لانه اكثر من قضية طمست وانت تعرف هذا صحيح وفما ناس دخلت للحبس صحيح. وعدت مدة طويلة صحيح. فتت العام وخرجت لا حكم ولا قضية ولا تهمة وسقط مولاها وما قال حتى شيء واليوم رجع يخدم على روحه خايف لتصير نفس الحكاية صعيب شوية صعيب شوية اليوم صعيب شوية معناها اليوم بالوضع الحالي اليوم متاع وضعية خلينا نقوله ما بعد الثورة المحامين المواطنين بمعنى خروج الأولاد ما كانش تحت صفقة تحت ضغط تحت سكر الدوسي هذا نسكر الدوسي الآخر والله أنا معناها نقول لك الدوسي هذا آيتي ما خدمناه كان قضائيا ما تخدم كان قضائيا خدمت نهار وليل ومشيت المعز ثلاثة مرات باش نشوف وباش نحكي ومشيت للمحكمة ورفضت لي مطلب الفراج نهار اثنين رقدت قمت قلت شنو انا باش نقعد ما نكذبش عليك قمت مهبول هبطت البيرو 5 نتاع الصباح الدنيا ظلام شنو معناها النهار 5 اون ايتي لو 17 اتونسيون انا مطلب الفراش صبيته نهار 16 نهار 16 العشيه رفضوا لي مطلب الفراش 5 نتاع الصباح هبطت وتعرف علاقتي بمعز وبوسيم معناها علاقه مش نتاع علاقه نتاع ونعرفهم معناها نعرف العباد معناها نعرف العباد مناتينا معناها شنو تعجب هما في الحبس معناها يباتوا قمت قلت أيه نعمل مطلب في تقديم موعد الجلسه اكيد تدوبل معناها وما خذيت النتيجه الا تقريبا ماضي ساعه ونص وقت كلمتوني انتوما ظهر لي ماضي ساعه ونص وقت باش خذيت النتيجه وانه وقعت تقديمها دونك ما فماش يستحيل يستحيل وهذا ناكدو ما تنجمش تكون فما صفقه لانه بالعكس هو الاولاد توقفوا باش يفتحوا الصفقات اللي هما كانوا يتصوروا فما موجوده صفقات والابحاث الاخرى تاعتي دونك ما نجموش هما يبحثوا معناها يعملوا في اعمال استقصائي للي كشف الصفقات وهما يعملوا صفقه يستحيل ما تركبش على بعضها اون بليس اللي يعرف معز يعرف طبيعته ويعرف ميقال ويعرف طبيعته ويعرفني انا كيفاش نخدم يستحيل انا باش نعمل صفقه مع اي طرف واضح دونك خليو الايامات القليله القادمه قريبه كلمة الختام اللي مروح لتونس ولا توا انا نخدم فيها فاهم لا ترسلي والله كلمة الختام شرفني برشا برشا ان شاء الله ما كنتش ضيف ثقيل على السادة المستمعين شرفني برشا انه ديما نجي لجوهرة فاهم نحبكم برشا نحب جوهرة فاهم ما شاء الله مسموعين ياسر عندكم شو تسميوه انتم الفيسبوك ولا شنو تعملوا بيه فيسبوك اي انا ما نفهمهمش الحكايات هذوما الاخلاق على سنيع ما نعرفهم دونك تبارك الله عليكم ناشطين برشا نتمنى الجوهرة فاهم تبارك الله تتعلق اكثر واللي كنت زهير يعيشك يعيشك من الاساس ونعرفك تبارك الله خدام وانا نحب الخدامه نحب الناس اللي فما فما عندنا برنامج من النوع اللي تحب عليه انت اسمه كارت سيرتابل بعد شويه يبدا 3 تاع العشيه مع جمال القاسمي قسم رياضه وباش يكون فيه مراد الزغيدي وباش يكون فيه
جماعة خالد حسني من غادي يظهر لي حسني بالضبط نكملوا معهم فتح المولد والله نكملوا احنا صرفنا كملوا نبعث من هنا الاستقالة معناها خلينا نشوف لك موضوع الحلقة احنا في انتظار خلينا نعرف موضوع الحلقة بعد شوية مع جميل القسمي معنا علي الخلولي من قسم الرياضة يجعلي في الميكرو هذا اخر الاخبار نتاع الرياضة تجيكم الساعتين مرحبا علي اكيد بعد شويه باش يكون عندنا متابعه لمباراه مدينه افريقيا في القفصه باش نكونوا في ديريكت في الستاد ناخذوا الفورماسيون كيف كيف نحكيوا على لجنه الاستئناف والقرار المنتظر في دوسي ليتوال وحمام في المباراه هذيك من المنتظر انه يكون الاجتماع اليوم خلينا نمشيو نشوفوا موضوع اليوم من ديريكت من متبقى البيت النهار مرحبا بك في كل وقت شكرا لك فتح المولد احنا نتقابلوا غدوه وناخذوا اخبار جديده عن حراك شعب المواطنين اللي يتقال عليه برشا كلام المده الاخرى وايضا ناخذوا جوهره افلام الدنيا وما فيها